كمان عبر تطبيق زوم بينضم لنا دكتور طارق الناصر، استاذ الاعلام بجامعه اليرموك في الاردن. دكتور طارق، في البدايه برحب بحضرتك، اهلا بيك. شكرا لك ويسعد مساكي ومساء جمهوركم الكريم، أشقائنا الشعب المصري ومصر قيادة وحكومة وإعلام مهني اهلا بحضرتك يا ومميز. زميلي، بنمسي عليكم جميعا. اهلا بحضرتك يا دكتور. خليني ابدا مع حضرتك من دور في الحقيقه المملكه الاردنيه. احنا يمكن شفنا تعاون، يمكن كنت بتكلم مع سعاده السفير يعني منذ لحظات عن فكره النموذج في التعاون العربي اللي قدم رساله يمكن واضحه لوجود اراده سياسيه قويه لان يخرج تعاون وتشارك عربي يفيد الدول العربية بشكل عام. المملكة الأردنية ليها باع طويل في الحقيقة في الجزء المتعلق بالمساعدة والتنمية والدخول في شراكات مع الأشقاء بشكل عام. إزاي ده هيساعد في حل مشكلات العراق، في دعم استقرار العراق، في تلبية متطلبات الشعب العراقي؟ نعم يا سيدتي، اسمحي لي أولا أن أؤكد على رسالة مهمة. تعرضنا في الأردن خلال الأيام السابقة لأزمة غير مسبوقة، فقدنا خلالها شهداء من أبناء جهازنا الأمني المميز حقيقة على يد الإرهاب. وانعقاد هذه القمة على أرض الأردن اليوم تأكيد على أن الأردن سيبقى آمناً مستقراً وسيكون دائما بمساندة الشركاء وباهتمام الأشقاء العرب، سيكون دائما محوريا وسيقوم بدوره تجاه المنطقة بأكملها وتجاه شركائنا في مختلف الدول العربية. هذه القمة سيدتي العزيزة ستدفع باتجاه أن يختار العراق طريق الإصلاح والتنمية التي تنسجم مع إرادة الشعب العراقي ودور العراق التاريخي في المنطقة العربية، وأيضا باتجاه تكامل الأدوار وبحيث يكمل العراق دور أشقاء العرب ويكمل الأشقاء العرب وتحديدا مصر والأردن كما ذكرتي ما ينقص عملية التنمية وما يجب أن تمد به العراق لتستطيع أن ترسم صورة التنمية التي تريدها ضمن المسارات المطروحة. أيضا سيدتي العزيزة، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة بأكملها موجودة كما في العالم. أزمة أوكرانيا طرحت يعني ظروف اقتصادية صعبة، أيضا التحولات الاقتصادية، التحديات البيئية، كل هذه التحديات تركت طيب واقعا دكتور صعبا طارق، بما يحتاج ان حضرتك لتكامل اتكلمت الأدوار. على التحديات، يمكن كان من اهداف القمه دي اللي استضافتها الاردن، والبعض يمكن وصفها ان القمه دي هتكون زي خطوات استباقيه عشان يتم من خلالها الوصول لحلول للتحديات، زي التحديات المتعلقه بازمه المناخ، التحديات الاقتصاديه زي ما حضرتك قلت، ووصول لحلول للمشكله او الازمه الروسيه الاوكرانيه، وكمان اضافه ليهم ان هم يساعدوا العراق في ان هو يستكمل مسيره التنميه زي ما حضرتك قلت. ازاي القمه دي هيخرج منها التحركات الاستباقيه بعد ما شفنا البيان الختامي لهذه القمه؟ يا سيدتي، اولا لدينا في العراق كما في المنطقة تحديات أيضا خاصة بطبيعة الظروف التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية والمنطقة، بالإضافة إلى المشكلات والتحديات التي ذكرتها. لكن اليوم أعتقد أن مصر والأردن تحديدا كشركاء للعراق في عملية التنمية يمتلكون الخبرات والمشاريع الناجحة والإرادة السياسية والشعبية في دعم نهضة العراق، وبالتالي ستبدأ بخطوات عملية. لم تبدأ هذه الشراكة ما بين مصر والأردن والعراق، ويمارس اليوم أيضا الأردن دور في الربط ما بين دول محورية وأساسية مثل شقيقتنا العزيزة مصر مع مناطق مع دول الخليج العربي اقتصاديا من خلال مشاريع اقتصادية واستثمارية رأسمالية في المنطقة مشتركة ما بين كل العرب، وبالتالي هذا المؤتمر قد يكون إعلان لبداية حقيقية باتجاه تنفيذ هذه المشاريع. أيضا ما تشهد مصر اليوم من تحسن استثنائي وثورة في تطوير البنى التحتية باتجاه
توزيع إنتاج مصر باتجاه، نتكلم عن الطاقة، نتكلم عن الزراعة، نتكلم عن الصناعة، باتجاه المنطقة ككل. وبالتالي موقع الاستراتيجي للأردن أيضا سيكون محوريا. وربما جاء انعقاد القمة اليوم في الأردن كإشارة واضحة، لأن الأردن ستربط ما بين الشركاء الدول صح. الموجودة في هذه القمة، وكل المهتمين وكل الصادقين في التعامل مع أزمة العراق واتجاه التنمية، ستكون الأردن إن شاء الله ستقوم بدورها كما يجب، وستكون محورا أساسيا في هذه العملية، كما ستكون مصر التي نعتبرها حقيقة في الأردن شريك حقيقي، والعلاقات التاريخية تمتد ما بين الدولتين وما بين أيضا صح. الزعيمين جلالة الملك ويمكن عبد الله الثاني يعني وقامة الرئيس عبد افتكر الفتاح دكتور السيسي. طارق لما تم الاعلان عن التعاون او الثلاثيه اللي بتجمع الاردن والعراق وجمهوريه مصر العربيه، كان دايما السؤال اللي بيطرح نفسه: هل الشراكات دي هتفتح بيبان جديده، هتفتح افاق جديده لانضمام دول عربيه جديده وظهور دول عربيه جديده ان هي عايزه برضو تعمل شراكات بشكل ثنائي وثلاثي وغيره؟ يمكن النهارده قمه الاردن جاءت لترد على ذلك بانضمام يمكن دول جديده وحماس دول جديده عربيه، لان هي تكون برضو شريك وتساهم في عمليات التنميه. على كل حال انا بشكر حضرتك دكتور طارق الناصر، استاذ الاعلام بجامعه اليرموك في الاردن، شكرا جزيلا.